أسعد الله مساءكم مشاهدينا الكرام، وأهلا ومرحبا بكم إلى هذا العرض الإخباري المباشر نقدمه لحضراتكم من قناة العيون، وإليكم برز العناوين. وفد من السفراء المعتمدين بالمغرب في زيارة استطلاعية لمدينة الداخلة. وفي النشرة أيضا ريبورتاج عن مشكل انقطاع الإنارة العمومية بأس. أهلا بكم. حل ليلة أمس بمدينة الداخلة وفد من السفراء المعتمدين بالمغرب يمثلون 11 دولة. الزيارة التي تنظمها المؤسسة الدبلوماسية تهدف إلى إبراز مؤهلات الجهة الاقتصادية والمشاريع التنموية وفرص الاستثمار. أنشطة اليوم الأول من الزيارة الوفد عرفت تنظيم لقاءات وزيارات ميدانية يقربنا منها أكثر. ريبورتاج غالي الجارحي ومحمد يداس. الإمكانيات الاقتصادية وفرص الاستثمار مواضيع قدمت بشأنها عروض لوفد السفراء الذي يقوم بزيارة لمدينة الداخلة من تنظيم المؤسسة الدبلوماسية. سفراء 11 دولة يمثلون دولا إفريقية آسيوية وعربية تابعوا شروحات حول المنجزات التنموية بالجهة على صعيد القطاعات الواعدة السياحة، الصيد البحري والفلاحة، بالإضافة إلى مشاريع الطاقة المتجددة الريحية والشمسية والإمكانيات الهائلة للجهة في هذا المجال. كانت هذه الزيارة استطلاعية لجهة وادي دهب الكويلة، وتمكنوا خلالها من الاطلاع على المؤهلات الاقتصادية والاجتماعية للجهة، وخاصة أنهم كانوا صراحة تفاجؤوا بأهمية القطاعات اللي كانت في الجهة، وخاصة تطور قطاع الصيد البحري والسياحة والفلاحة اللي هي القطاعات الأساسية في الجهة، وكذلك القطاع الأساسي اللي الجهة عندها مؤهلات كبيرة فيها وهو قطاع الطاقات المتجددة. احنا اليوم الفرصة باش يجتمعوا مع المدير ديال مركز الاستثمار ومع مديرة الوكالة الحضارية ومع المندوب ديال السياحة باش يجاوبوهم على الأسئلة ديالهم ويستمعوا للعرض القيم اللي يلقوه حول الإمكانيات الطبيعية والإمكانيات الطاقية ديال المنطقة والقابلية للاستثمار. بعد اللقاء الذي احتضنه المركز الجهوي للاستثمار، قام الوفد بزيارة ميدانية إلى ميناء الداخلة، حيث اطلع على مشروع توسعة الميناء وعاين بعض عمليات التفريغ التي تقوم بها سفن الصيد. في هذا الصدد قام الوفد بجولة في إحدى وحدات تجميد السمك للوقوف على مختلف مراحل الإنتاج منذ الاستلام حتى التعليب. الزيارة التي نقوم بها إلى مدينة الداخلة دليل على المسار التنموي الذي اعتمدته المملكة بهذه الجهة، وقد مكنتنا من الاطلاع بشكل مباشر على ما تزخر به هذه الجهة، والأهم هو التوجه الواضح نحو الاستغلال المعقلن للثروات الطبيعية. Et surtout l'ancrage vers la modernité de l'ensemble du processus d'exploitation des ressources naturelles. شكلت لنا هذه الزيارة مناسبة للاستفادة من الخبرة المغربية في عدة قطاعات، وسوف نسعى لتعميق علاقات بلدنا مع هذه الجهة خاصة في قطاعات تنموية. كما جمع لقاء بدار الضيافة وفد السفراء بمنتخبين عن جهة وادي الذهب الجويرة. اللقاء عرف استعراض أهم الأوراش التنموية التي شهدتها هذه الأقاليم منذ استرجاعها إلى حوزة الوطن، كما أكد المنتخبون بهذه المناسبة على أهمية المبادرة المغربية للحكم الذاتي كحل نهائي وواقعي لقضية الصحراء. هو هذا وفد دبلوماسي من السفراء المعتمدين في الرباط مثل دول شقيقة وصديقة، ونحن كنا سعداء بتواجدهم معنا. أولا اطلاعهم على المنجزات التنموية اللي تحققت في الجهة وفي مدينة الداخلة بصفة خاصة. ثانيا كانت القضية الوحدة الترابية القضية الأولى الوطنية الأولى كانت حاضرة. وقد اختتم وفد السفراء أنشطة يومه الأول من الزيارة التي يقوم بها إلى الداخل بزيارة لمحطة معالجة المياه، كما زار ضيعة ورطة لزراعة الطماطم والتي يبلغ حجم إنتاجها السنوي حوالي 5130 طن. وقد اطلع الوفد كذلك على تجربة متميزة تتعلق بوحدة تربية النعام.
الورقة التأطيرية التي أعدها المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي قدمت تشخيصا دقيقا قارب العديد من المعضلات الاجتماعية على صعيد الأقاليم الجنوبية وسبل تجاوزها كمشكلة البطالة المتفشية والتي تعد أحد الانشغالات الحقيقية التي تؤثر على مسار التنمية بالمنطقة. من غليميم ريبورتاج حافظ محضار وخالد ترينكسي. 17% ومعدل البطالة المسجل على مستوى الأقاليم الجنوبية، رقم يطرح انشغالا حقيقيا باعتباره أحد العوامل الأساسية للتوتر الاجتماعي. بطالة تؤكد الورقة التأطيرية لنموذج التنمية الجهوية للأقاليم الجنوبية أنها تمس 29% من الشباب الصحراوي وكذا النساء من ذوي المستوى التكويني العالي أو المتوسط. الورقة التأطيرية اللي لاحظنا نحن كمجموعة الأطر العليا المعطلة بأنها وقفت على مشكل اللي هو أساسي، اللي هو مشكل ديال البطالة اللي كتعانوا منه هاد المناطق، واللي جسدت ووقفت بأن هناك مشكل يعني ديال البطالة اللي كيتراوح ما بين 17% تقريبا من خلال الورقة التأطيرية. يعني نحن نستبشر خيرا بهاد الورقة التأطيرية. المدن الجنوبية انحصرت في برامج ومشاريع هي في البنيات التحتية وتخلفت عن الاهتمام بالجانب الاجتماعي بدءا من بطائق الإنعاش وسوء توزيعها وانتهاءا بتوظيف الكفاءات بشكل مباشر أو عن طريق مباريات أو كيفما كان الحال استغلال هذه الكفاءات في المنطقة بإمكانياتها وتوزيعها على الإدارات التي تعاني خصصا. ذات الورقة التأطيرية التي أعدها المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي تؤكد أن هذه الوضعية تعود أسبابها إلى آليات المساعدات المباشرة وغير المباشرة المخصصة للمنطقة كالإنعاش الوطني والمساعدات الغذائية والأجور المضاعفة والإعفاءات الضريبية إلى غير ذلك. أظن أن الورقة التأطيرية يعني أبانت عن واحد العدد ديال الاختلالات اللي ممكن أننا يعني نقفوا عندها باش انني ان نلقاو واحد البديل لهذه المسائل هذه، لانه على سبيل المثال المساله اللي كتعلق بالكارتيات ديال الانعاش مرورا بالمسائل الاخرى ديال التشغيل المباشر الى اخره، فهذه المسائل هذه كلها بينات على انها غير كافيه. مجموعه من السنوات اللي عرفت واحد المجموعه من الاضرابات واحد المجموعه من الاحتجاجات في المناطق الجنوبيه، وكان السبب فين كنرجعوا للسبب الاساسي نجده فيما هو اجتماعي، بحيث على ان هناك الهشاشه الاجتماعيه، هناك الفقر، هناك نسبه الاميه لا زالت مرتفعه في المناطق، وجاءت الورقه التاطيريه للمجلس الاقتصادي والاجتماعي بحيث على انها جاءت باراده وكانت جريئه جدا، إلا أن المشكل المطروح في هذه المناطق الجنوبية وهو فيما يتعلق بالتطبيق، بحيث على أن التصورات ولا الميزانية التي يعني تبرمج لهذه المناطق على أنها أحيانا تمشي إلى جهات غير معلومة. وضعيتنا تشكل إذن أحد الاهتمامات الجوهرية التي ترم المقاربة الجديدة للتنمية تجاوزها، وذلك بإقرار ضوابط إصلاح عميقة تمكن من التعاطي مع كافة الاختلالات القائمة. تتوالى ردود الأفعال على النموذج الجديد للتنمية في الأقاليم الجنوبية، وهو المشروع التنموي الذي تعلق عليه الكثير من الأمال بالنسبة للفاعلين الاقتصاديين المدنيين وحتى السياسيين. من مدينة الداخل التقرير التالي يعرض لهذه الآراء مع بكر دريمي ومحمد الدس. النموذج الجديد للتنمية في الأقاليم الجنوبية مشروع متكامل من حيث أهدافه، وتجسيدا حيا للإصلاح العميق وإقلاع اقتصادي تنموي فعال بالأقاليم الجنوبية، مسيرة تنموية جديدة وشجاعة، ومشروع عمل على تشخيص حقيقي للإكراهات الاقتصادية بالمنطقة، ويروم إلى رسم خريطة طريق للتنمية حقيقية للرقي بالإنسان الصحراوي نحو الأفضل. هذا جانب من آراء عدد من ساكنة مدينة الداخلة وفعالياتها السياسية والمدنية. هذه ورقة تأطيرية هي هامة وهامة جدا، لأنها هي دازت مرحلة من أواسط السبعينيات إلى حد اليوم، وهذه المرحلة ما نقولوش عنها سلبية كلها، من طبيعة الحال كأي هذا فيها إيجابياتها وسلبياتها، وكنظن عن هذه المرحلة اللي تكلم عنها السيد رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي هو خضاء
ما هو مفيد من المرحلة اللي هي حاليا نحن ماشيين بها، أضاف لها إضافات اللي هي مهمة اللي تماشى مع تطور الواقع. ورقات تشخيصية للواقع كما هو عليه، وكما جاء في مداخلة السيد رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي ستكون هناك قطيعة مع فترة امتدت منذ استرجاع الأقاليم الجنوبية إلى يومنا هذا، ثم فترة ستنطلق من الآن فصاعدة سيكون من خلالها تنزيل الجهوية، ثم البحث عن مكامن الخلل في هذه المرحلة السابقة لتفاديها في المشروع التنموي الذي يهم الجهات الجنوبية خلال المرحلة المقبلة بإذن الله. المشروع التنموي الجديد الذي يولي اهتماما أكثر للعنصر البشري والتنمية الاقتصادية والاجتماعية بالأقاليم الجنوبية والمشاركة المتعددة والواسعة لمختلف الفاعلين والمنتخبين لبلورة تصور الجهوية الموسعة، مشروع ذو نموذج تنموي وذو رؤية واضحة المعالم يحقق مستقبل التنمية بالمنطقة والنهوض بعيش ساكنتها. هذا ما أشارت إليه شريحة كبيرة من أراء مدينة الداخلة. من بين عناصر هذه الورقة التطويرية هو إعطاء على كل حال للمناطق جهوية موسعة ستبتدي من الأقاليم الجنوبية. لا، هي من خلالها تصبح الجهة حرة في تصرفاتها وخاصة في المسائل الاقتصادية، ولا هي تصبح على كل حال تحل ياسر المشاكل الاجتماعية. الفكر التشاركي الذي جاء به هذا المشروع سيضع بلا شك المنطقة الجنوبية في مصاف المناطق الاقتصادية الأكثر انتعاشاً، وسيساهم في تجاوز الإكراهات الاجتماعية بالإضافة إلى كونه يحافظ على البيئة وكذا تطور المنطقة الثقافي داخل الهوية الوطنية وإعطائها إشعاعاً واسعاً من خلال الاهتمام بالجانب البشري وهي الرافعة الأساسية والمحرك للتنمية. ورقة شاملة اللي أعطت واحد دفعة قوية اللي تعطي واحد صبغة الاهتمام بقضايا الأقاليم الجنوبية، واللي هي في الحقيقة غادي تعم على جميع الشرائح والمؤسسات الجهوية. من الواجب على المجلس إشراك جميع شرائح المجتمع باش تعطي قيمة لهذه الورقة وباش تعطي زخم وتعطي واحد مصداقية أكثر، لأن كل ما جاء القرار من القاعدة كل ما كانت مصداقيته أكثر وكل ما كان تطبيقه أكثر. تنفع هذه المبادرة إن شاء الله، يستفاد منها الشباب وتستفاد منها الفئات المعوزة، تستفاد منها الجهة التي تعود إيجابية لها أكثر من سلبيات. تختلف الآراء باختلاف اهتمامات وخلفيات أصحابها، لكن تتفق جلها في مدينة الداخلة على اعتبار المشروع التنموي الجديد للأقاليم الجنوبية بقدر ما هو آلية أساسية للرقي بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية لهذه الأقاليم، يعد فرصة أيضا وخطوة أساسية تعزز الوحدة في مختلف تجلياتها وتعطي صورة واضحة عن إرادة الجميع لبلورة مشروع الحكم الذاتي للأقاليم الجنوبية. في نفس الإطار أكدت فعاليات محلية أن نموذج التنمية للأقاليم الجنوبية الذي قدمه رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي أمام جلالة الملك محمد السادس يعكس الإرادة الراسخة والاهتمام البالغ لجلالته بتعزيز التنمية والنهوض بمستوى القطاعات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية لهذه الربوع. وفي هذا السياق شهد الشيخ سيدي محمود الداودي شيخ تحديد الهوية وعضو المجلس الملكي الاستشاري للشؤون الصحراوية بهذه المبادرة التاريخية
من جانبه أيضا أكد السيد رمام مسك أحد شيوخ تحديد الهوية على ضرورة الإشراك الفعلي للسكان والتشاور مع الجميع في بلورة هذه المبادرة. ومن جهته اعتبر السيدان سيدي إبراهيم خي النائب البرلماني والملصق الإقليمي لحزب الحركة الشعبية ببجدور ومحمد خي عضو المجلس الملكي الاستشاري لشؤون الصحراوية أن النموذج التنموي الجديد جاء لتلبية حاجيات الساكنة بما يحفظ كرامتها، مبرزين أن مستوى التنمية في الوقت الراهن لم يرقى إلى تطلعات المواطنين بهذه الأقاليم. في سياق منفصل وتربويا هذه المرة ومن أجل مقاربة التدريس والتلقين الأمثل للغة العربية بالمدرسة العمومية، أثارت جمعية أساتذة اللغة العربية بالطنطان نقاشا بين مهنيين وفاعلين تربويين طرح هذا الإشكال الجوهري. نقاشنا أطرته ندوة علمية نشط محاورها أطر في مجال التربية والتكوين. حافظ محتار وعبد الرحيم حاج. واقع اللغة العربية وإشكالات تدريسها بالمدرسة المغربية محور وشغال هذه الندوة العلمية، ندوة سلط خلالها متداخلون الضوء على الوضع المزري الذي أصبحت تعيشه لغة ضادة بالوقت الراهن والأسباب عزاها باحثون ومهتمون إلى عدة عوامل. حاولنا في هذه الندوة مقاربة إشكالات اللغة العربية وأزمة تدريسها بالمدرسة العمومية المغربية. بطبيعة الحال كانت يعني مجموعة من الإشكالات التي حاولنا أن نجد لها حلول، يعني ورفع مجموعة من التوصيات إلى الوزارة المعنية قصد تفعيلها ومحاولة يعني التخفيف من الأزمة التي نعتبرها جزء من أزمة التعليم بالمغرب. من خلال هذا اللقاء بطبيعة الحال تمت مناقشة مجموعة من القضايا بمشاركة أساتذة من المركز التربوي الجهوي بإنزكان، التأطير التربوي، أساتذة يعملون بنيابة طنطن. هذه الندوة حرصت على الخروج بمجموعة من الاقتراحات والتوصيات والحلول، واعتقد بأنها إذا أخذت بشكلها التكاملي ستكون يعني أمرا مفيدا للغة العربية. محطة دراسية تقدم مساهمة فعلية لإعادة الاعتبار للغة العربية. اللقاء كرم في الختام إطارا تربويا محليا ترك بصمته في مجال تدريس اللغة العربية لأجيال متلاحقة بالمنطقة. في إطار العمل المشترك بين المديرية الجهوية لوزارة الثقافة والمركز الجهوي لمهن التربية والتكوين تم تنظيم ندوة فكرية لفائدة الأساتذة تمحورت حول أساليب وتقنيات التدبير العمومي في مجال التربية والتكوين. المزيد مع العالي حميد والصالح رقيبي. التدبير العمومي في مجال التربية والتكوين وفق التوجهات التربوية الحديثة عنوان هذه الندوة الفكرية التي أطرها أساتذة مختصين في هذا المجال، وتهدف هذه الندوة إلى دعم وتكوين الأساتذة الطلبة بمختلف أسلاك التعليم وكذا انفتاح المركز على مختلف الشركاء والكفاءات والفعاليات. هيئة التدريس مطالبة اليوم أكثر من أي وقت مضى بالنهل من مختلف آداب وفنون وعلوم العصر. التدبير مناهج أساليب وتقنيات هو محور هذا الملتقى الثقافي المتميز. إذا الهدف هو دعم تكوين هذا الفئة من الطلبة بالإضافة إلى انفتاح المركز على مختلف الشركاء ومختلف الكفاءات والفعاليات الجهوية والوطنية بطبيعة الحال. وكنتمناو أن هذا الاشراك ديال مختلف الجهات يتزكى ان شاء الله، يعني ننوي عقد شراكات جديده مع مديريات اخرى ومع جهات اخرى ان شاء الله. انفتاح المؤسسات التربويه على محيطها ليست من باب الرفاهيه او التخمه، بل هي ضروره حتميه اجتماعيه حتى تتعايش وتتفاعل هذه المؤسسه مع محيطها الاقتصادي والاجتماعي. ثانيا، لا يمكن أن نحقق تنمية مستدامة بدون تعليم ممنهج وعلمي يؤسس لآليات المعرفة للانتقال بالمؤسسة التربوية من نقل المعارف إلى بناء الكفاءات. ويبقى الهدف الأسمى من هذه الندوة ضمان جودة التربية والتكوين وضمان مسايرة الفضاءات التربوية للتحولات الاجتماعية والإصلاحية الكبرى التي تشهدها بلادنا.
وفي إطار الروبورتاجات التي نخصصها لمشاكل القرب لدى المواطنين، تعرف معظم أزقة وشوارع مدينة أسا مشكل انقطاع الإنارة العمومية، وضع يطرح صعوبات أمام المواطنين الذين يطالبون من الجهات المسؤولة بتسوية هذا المشكل في أقرب الأجل. حي جبتامك محمود الطويف. تعاني ساكنة مدينة أسا من انقطاع في الإنارة العمومية، وذلك على مستوى الأعمدة الكهربائية. هذا ما جعل معظم أحياء وأزقة المدينة تعيش في ظلام دامس. تصريحات المواطنين تطالب من الجهات المعنية بحل هذا المشكل الذي أصبح يشكل خطرا حقيقيا على أمن وسلامة المواطنين. عند جهة فم الحسن ولا من عند القنطرة اللي كيتعرض الناس لعدة مشاكل، بينها على الأقل إلا غير خاص شي واحد شي مسألة في الشارع ولا شي حاجة، كيكون رفد الانبعال للظلمة والسراريق. وراه وقعت بعض شحال من مرة بأن بنادم كيسرق في الواد، وهذا مسألة خاصنا ننتجوا بها للسلطات المحلية والناس المعنية باش يشوفوا هذا المشكل ديال الإنارة. مشكل صراحة اللي كيعاني منه الكل باستثناء الشارع الرئيسي اللي متواجدة فيه الإنارة، باقي الأحياء تعيش ظلام دامس طيلة أيام السنة. وخير دليل هو هذا الشارع اللي احنا فيه، تقريبا جميع الأزقة المتجهة نحو المسجد، وهذا هو يعني البيت القصيد عندي، جميع الأزقة متجهة نحو صوب المسجد تقريبا كلها مظلمة، خاصة أنه كيمر منها الناس في الليل المتجهين نحو الصلاة خاصة في صلاة الفجر. بلدية أسا وفي تصريح لها أكدت أن مشكل انقطاع الإنارة العمومية ببعض الأحياء والشوارع راجع لمجموعة من الأشغال الجارية حاليا على مستوى الإنارة بالمدينة. ومشكل يتعلق بمشكل الإنارة في حاضرة بلدية أسا هو ليس بمشكل، ولكن يتعلق الأمر بمجموعة من الأشغال اللي جارية حاليا واللي اضطرت أنه يتم انقطاع التيار الكهربائي، ويقع فيه خلل ببعض المناطق مثلا في المدينة، خصوصا مثلا الطريق المؤدية إلى فم الحسن وكذلك الشارع مولاي رشيد. ولكن نطمئن الساكنة والمواطنين على أنه سيعود وستعود الإنارة عما قريب. خدمات أساسية إذن تتطلع ساكنة هذه المدينة أن تتحقق في أقرب الأجل، قصد تحسين الحاجيات اليومية للمواطنين والمساهمة في التنمية المحلية. نظمت جمعية الساقية الحمراء للممرضين الناطقين بإسبانيا عملية إعذار جماعي لفائدة أبناء العائلات الفقيرة والمعوزة، بشراكة مع مندوبية الصحة ومندوبية الثقافة بدعم من بلدية بوجدور. بريغن العروسي محمد شار. في إطار أنشطتها الإشعاعية وترسيخا لمظاهر التضامن الاجتماعي، نظمت جمعية الساقية الحمراء للممرضين الناطقين بالإسبانية عملية إحضار جماعية لفائدة أبناء الأسر المعوزة. الحملة شملت ما يقارب 40 طفلا تتراوح أعمارهم ما بين سنة وأربع سنوات، في حضور آباء وأولياء وأقارب الأطفال الذين ثمنوا هذه العملية التي مرت في ظروف جيدة. اليوم احنا في الحفل ديال عملية إحضار جماعية لفائدة 40 طفل من العائلات الفقيرة والمعوزة. في هذا الإطار احنا اليوم الحمد لله في عرس، والحمد لله ياسر من الناس استفدت، واحنا في مستعدين للقيام بالمزيد في هذا المجال. هذه فئة من المواطنين الضعفاء، واحنا شاركنا معهم نتيجة لأن هذه مواطنينا وساكنة بلديتنا، وكذلك من الساكنة من الفئة يعني المستهدفة للمحتاجين، ونشكروا الجمعية على هذا، وإحنا ما عندنا إلا إنسان دعون أزروها. نشكروا هذه الجمعية الحمد لله، أعطونا الحواج للتركة وأعطونا الدواء الحمد لله، الأدوية والحواج للدراري الحمد لله، وبخير على خير الحمد لله، وطاروا الطرازير. نشكروا الجمعية بزاف الحمد لله. كنشكروا هذه الجمعية، طهروا لنا الدراري وعطونا الدواء وعطونا الحويجات وكنشكروهم. وعرفت هذه المبادرة توزيع ملابس الأطفال المستفيدين من هذا العمل الخيري، وذلك موازاة مع عملية الإعذار التي عرفت إقبالا من لدن المعوزين
الذين دأبت جمعية الساقية الحمراء للممرضين الناطقين بالإسبانية على إدخال البسمة على قلوبهم من خلال العديد من الأنشطة الاجتماعية. توصلت القناة ببلاغ من الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم تنهي فيه إلى علم جميع أندية القسم الوطني الثاني هواة شطر الصحراء أنه تم تأجيل مباريات الدورة العاشرة التي كان مقررا إجراؤها يومي السبت والأحد إلى وقت لاحق لاعتبارات وإكراهات تنظيمية، كما تم تأجيل مباراة فتح سيدي بنور ومولودية العيون التي كان مقررا لها يوم الأحد 6 يناير بالملعب البلدي سيدي بنور برسم الدورة 13 من بطولة القسم الأول هواة إلى وقت لاحق. أما الآن فإلى الورقة أحوال الطقس اليوم غد إن شاء الله، والتي تشير إلى أن الطقس سيظل مستقرا مع سماء صافية إلى قليلة السحب. درجة الحرارة الدنيا تتراوح ما بين 7 درجات بكل من أسا والسمارة و15 درجة بالقويرة وسيدي إدري. أما درجة الحرارة العليا فتتراوح ما بين 19 درجة بكل من أسا وطاطا و27 درجة بالقويرة. حالة البحر بالوجهة الأطلسية قليل الهيجان إلى هائج على العموم. شروق الشمس غدا إن شاء الله بمدينة العيون على الساعة 7:48، أما الغروب على الساعة 6 مساء و9 دقائق. درجات الحرارة ببعض المناطق المجاورة لبلادنا 26 درجة بنواكشوط، 27 درجة بنواديبو، 19 درجة بالزويرات، 14 درجة بتندوف، وبالعاصمة الرباط 20 درجة. قبل الختام نذكركم مشاهدينا الكرام أنه يمكن لمن فاتته متابعة نشرة الأخبار الأيام الثلاث الماضية متابعتها على موقعنا على الإنترنت snrt.com، كما يمكنكم متابعة البث الحي لقناة العيون وإذاعتي العيون والداخل الجهويتين من خلال متابعتكم لموقع المجلس الملكي الاستشاري للشؤون الصحراوية كركاس.com، كما يمكنكم متابعة نشرات الأخبار وجديد البرامج عبر الآيفون وهواتف الأندرويد، وذلك بتحميل التطبيق المجاني لقناة العيون من الأبل ستور وجوجل بلاي. كما تلتقون غدا إن شاء الله مع إعادة لهذه النشرة على قناة المغربية على الساعة 4:15. شكرا لكم على حسن المتابعة وفي أمان الله.